بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد: باب قصاص العبد، يعني أن العبد يقتص من سيده يوم القيامة إذا ظلمه. حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن عمار بن ياسر قال: لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة. إسناده صحيح. لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة. هذا فيه تخويف السادة من أن يضربوا ممالكهم ظلما، فكيف بحر مثله؟ فكيف بمن له عليه حق؟ فكيف بمن يؤذي من يأمر بالخير، يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ إذا كان هذا في حق العبيد المملوكين مع سادتهم، في أنه يقتص لهم يوم القيامة، يقاد منه يعني يقتص له، يؤخذ من حسناته بمثلها، أو يعني يعطى من حسنات السيد، أو أن يوضع من على العبد ذنوبه وتوضع على السيد، لأن القصاص يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات، والمصير إلى النار والعياذ بالله لمن غلبت سيئاته وحسناته. قال حدثنا أبو عمر حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جعفر قال سمعت أبا ليلى قال: خرج سلمان فإذا علف دابته يتساقط من الآري، الآري مربط الدواب أو معلفها، يعني هم حاطين لها زي كيس علف فعمال يخر. فقال لخادمه: لولا أني أخاف القصاص لأوجعته. يعني هو العبد مفرط، سايب الحاجة تترمى في الأرض، ولا يعني تكاسل أن يغلقها أو يربطها، فيه تضييع للمال، يستحق العقوبة، لكن يخشى أنه يمكن أن تزيد العقوبة على القدر الذي يستحقه عند الله. فضبط هذا الأمر أنه يضربه قد ما يستحق فقط، قد التأديب فقط، وليس أنه لحق نفسه، لأن ساعات الإنسان يضرب أو يعاقب لحظ نفسه ليس لأجل ما جعل له من التأديب. يعني الزوج مثلا يريد أن يؤدب زوجته، يوم يتجاوز بدل ما يبدأ بالوعظ والهجران يحقق ضارب على طول، أو يضرب ضربا مبرحا يتجاوز فيه لأنه طاف، فيكون هناك قصاص. يعني العباد يأخذ بعضهم حق بعض. السيء الأب جعل له تأديب ابنه، لو تجاوز لحظ نفسه، وكذلك الأم، يبقى استغلال يعني الأبوة أو الأمومة أو السيادة أو الكبر أو القوة في أن يأخذ الإنسان في العقوبة شيئا لا يستحق، فيكون هناك قصاص. قال: لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك. هذا دليل على أن هناك قصاص يوم القيامة لمن ظلم، حتى لو الأب، لأن هو جعل الأب حق التأديب عشان مصلحة الولد، مش عشان يطلع غيظه فيه، مش عشان يعني ينفس الغضب بتاعه. زي تجد آباء وأمهات يضربوا أولادهم ضرب فظيع على خطأ ليس يناسب، أو لطمة على الوجه مثلا، أو يعني
يمكن الخطأ يستحق عقوبة معينة وكل شيء بتقدير، بس في أشياء تركت للعباد تقديرها، فلو أخطأ فيها سوف يحاسب يوم القيامة. لذلك الآباء يدورهم على شيء يكونوا قصر الأبناء فيه عشان ياخذوا مثلا من حسناتهم، والأبناء يدورهم على شيء يكونوا قصر عشان ياخذوا حسناتهم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ليه بيفر منهم؟ ليه؟ عشان ما حدش يقول له هات ظلمتني أخطأت في حقي. الناس فاكرة أن مثلا الأب الزوج بقى يعمل هو عايزه في زوجته، والأب يعمل هو اللي عايزه في أولاده، والأم كذلك عشان لهم حقوق. لا، الحق ده منضبط جدا، وكذا السيد مع العبد. ده طبعا هذا الأمر يبين لنا أمر الرق في الإسلام. أمر الرق في الإسلام مش زي ما الناس متصورة وبالتالي تتبرأ من الرق، يقول لها الإسلام ما فيهوش رق، ده الإسلام كان يريد إلغاء الرق. لا، الإسلام لم يريد إلغاء الرق بلا شك، أغلق أمر بالإعتاق في أبواب وفتح أبواب الاسترقاق في أبواب كثيرة. الجهاد يأتي بكثرة الرقيق، لكن الرق في الإسلام ليس فيه السلبيات التي كانت مولودة عند الكفار وعند أهل الجاهلية، كما دخلت إليهم إلى المسلمين عندما اختلطوا بأهل الجاهلية. نحن بنلاقي إن هو ما بيضربوش عشان بيخر ويضيع المال، ومع ذلك لا يضرب، لأنه عارف أنه سيقاد منهم، فهو أخوه في الإسلام، وليس أنه يملك أن يصنع به ما يريد. لما المسلمين اختلطوا بأمم غير مسلمة عندها من ظلم العبيد، زي ما الناس بترى بقى في الأفلام كيف كان الرومان يعاملون العبيد، وكيف عامل الأمريكان العبيد عندما نقلوهم إلى القارة الجديدة، وكيف كان عامل الأوروبيون الأفارقة عندما أصروهم أيضا عبيدا يعني مزارعهم ومصانعهم. كل ده أدى إلى صورة معينة عن الرق. لما هم ألغوا الرق وشرعوا تحريمه وجعلوه جريمة من الجرائم ومنافيا لحقوق الإنسان، انتقل هذا الأمر إلى كثير من المتبعين للغرب بظنهم أن الإسلام أباح هذه الصور. كما ذكرنا، الإسلام جعل النظام الاجتماعي بتاع السادة والعبيد منزوع المفاسد لو الناس طبقوه، وإنما دخل إلينا من غيرنا. الإسلام شرع لنا عدم الظلم وعدم الأذى، وشرع أن هناك قصاص، اللطمة غير جائزة، ضرب على الوش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لطم مع عبده أو ضربه حدا لم يأتيه فكفارته عتقه. لولا قال سويد بن مقرن: ألطمت وجهها؟ لما ابنه أو أحد إخواته ضرب جارية، فقال: لقد رأيتني سابع سبع وما لنا إلا خادم، فلطمها بعضنا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها. قال: أما علمت أن الصورة محرمة؟ معاوية بن سويد بن مقرن لطم مولا له ففر إلى أبيه، ففر إلى سويد، فقال له أبوه: اقتص. جاب الولد وجاب العبد وقال له: اضربوا الألم زي ما ضرب، زي ما عمر رضي الله عنه عمل فعيه مع ابن عمرو بن العاص، اضرب ابن الأكرمين. إن يعني إذا كان هذا مع العبيد فكيف مع الأحرار؟ ربنا يرحمنا. الناس يستهينون بحقوق بعضهم بعضا، وأمر الضرب والتعذيب أمر يعني، وليس فقط يعني في من بين الحاكم والمحكوم أو من له سلطة، بل الناس لما تتخانق مع بعضها بتعمل إيه؟ بيفتروا في بعض، تلاقي الخناقات كلها ما أسرع أن يبادر البعض إلى أذية البعض. قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. شاتين بتنططحان، شاة منهم ذات قرن وأخرى جماء، فذات قرن عمالة تنطح في الثانية مستغلة ليه؟ إنه ما لهاش قرن. فستؤدى الحقوق حتى يقاد
للشاة الجماء اللي ليس لها قرن من الشاة القرناء التي نطحتها. الله يعلم فيما ينتطحان ويقضي بينهما بحكمه وعدله عز وجل، فما بال البشر. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا داود بن أبي عبد الله مولى بني هاشم قال حدثني عبد الرحمن ابن محمد قال أخبرتني جدتي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فدعا وصيفة له أو لها، وصيفة يعني أما، فأبطأت فدهلها ما جاتش، فاستبان الغضب في وجهه، فقامت أم سلمة إلى الحجاب فوجدت الوصيفة تلعب ومعه سواك، فقال لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. لما السواك وإيه ويخاف القود. زاد محمد هيثم تلعب ببهمة يعني عمالة تلعب مع المعزة ولا ضأن أو كده. فقال فلما أتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنها لتحلف ما سمعتك. قالت وفي يده سواك. إسناده ضعيف. حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة ابن أبي أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة. حدثنا خليفة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا أبو العوام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة. ده توضح الرواية الأولانية اللي ما فيهاش كلمة ظلما، بقى دي ده عامة في المماليك في الأحرار في أبناء في غيرهم. من ضرب ضربا ظلما، المدرسين مع العيال لما يضربوهم ضربا ظلما أو يتجاوز، إن المفروض بالقدر. عشان كده يبقى الأصل إن الإنسان لا يضرب، الأصل يتجنب، لأنه حيتسأل إن هذا الذنب أو هذه الجريمة أو هذا التقصير كان يستحق هذا أم أكثر منه أم أقل. والظلم أساسا مبنى كله عليه على تجاوز الحدود، حتى ولو كان إنسان يستحق، تلاقي مثلا يعني كان يستحق عقوبة يسيرة فعوقب عقوبة أشد، ترتب على ذلك أنه يقتص منه يوم القيامة. باب اكسوهم مما تلبسون، يعني في العباد العبيد، يعني من ضمن حقوق العبيد. حديث الماضي حديث حسن، الحديث بقى لا، من ضمن حقوق العبيد أن يلبسه السيد مما يلبس ويؤكله مما يأكل وطعمه مما يأكل. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن يعقوب ابن مجاهد عن أبي حزرة عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصمت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا. عبادة حفيد عبادة بن الصامت. خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي، يعني هذه القبيلة من الأنصار اللي منهم جد، يعني قبل أن يهلكوا قبل أن يموتوا. فكان أول من لقينا أبو اليسر. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له، معه عبد له، يعني وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. لو عايزين نشبهها دلوقتي بالمعافري، نوع من الثياب يصنع بقرية تسمى معافر باليمن، والحلة تكون من ثوبين من جنس واحد بدلة، والبردة شملة مخططة، شملة بيشتمل يعني بيلفه
وقيل كساء مربع بتاع مربع كده يلبسه العرب. لو قلنا دلوقتي زي البدلة يعني ايه قميص وبنطلون، قميص وبنطلون من نفس القماشة. فهو لقاه ملبس الغلام بتاعه الجاكيتة بتاع بدلة ولبس والبنطلون بتاع البدلة التانية، وراح جاي وملبس هو لابس نفسه البنطلون بتاع البدلة التانية ولابس الجاكيتة بتاعت البدلة التانية مبدلين. فقلت يا عمي لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك كانت عليك حلة أو عليه حلة. تبدلوا مع بعض كل واحد يلبس زي التاني، وده ظاهر لما بيخيروا من الاثنين ان الاثنين قيمتهم قريبة ايه من بعضها. يعني المعافري مش اغلى قوي من الايه من البردة، ولا البردة اغلى من المعافري. يعني ما تلبسوا انتوا اثنين كل واحد يبقى عليه بدلة عليه حلة. قال فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه يا ابن اخي بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ومعاه قلبي هذا ومعاه قلبي، وأشار إلى أن يطي قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ حسناتي يوم القيامة. لا ينفذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما إيه؟ كما سمعه. ألبسوه مما تلبسون، اكسوه مما تلبسون، أطعموه مما تأكلون، وكلوا من اللي أنت بتوكل منه ولبسوا ولبسوا. فعشان كده غير مع بقى إيه المنظر العجيب ده، وهذا في عبده لكن هو يعلم أنه مسؤول عنه يوم القيامة. ربما لا يتعامل الناس مع أولادهم بهذه الطريقة السامية في المعاملة والبحث عن العدل. الأعلى دائما يعتدي على الأدنى ويذل ويهينه إلا من رحم الله. اقتراح بقى كنت ممكن تسمعه له لو كنت موجود، بس تلاقيه برضو خايف لا يستر ساعة زيادة ولا ساعة زيادة، يعني ده ليس بواجب بلا شك يعني، ولكن يعني سبحان الله. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن معاوية، الحديث الماضي رواه مسلم. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين، يوصي بالمملوكين خيرا، ويقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. ده بقى امر عام، لا تعذبوا خلق الله. العذاب اصلا التعذيب والاهانه والاذلال امر لا يجوز مع خلق الله، لانه من خلق الله عبيد له سبحانه وتعالى. اطعموهم مما تاكلون والبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. باب سباب العبيد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدب قال سمعت المعرور بن سويد يقول رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك فقال إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ قلت نعم. قال له إيه؟ أنا أبنى السوداء لما سنهاردة بتشتم شتائم ولا يعوذ بالله، يعني ده بقى القذف والزنا واللواط ده قال له أبنى السوداء، وهو أمه سودة فعلا، يعني هو صادق في إيه؟ في أنها سوداء، بس لأنها جاءت على سبيل الإيه؟ الإهانة والشتم. عشان كده يقول باب سباب العبيد، انه غير جائز انه يسب العبد. طب شوفوا الناس بتعمل ايه بعضها في حتى اللي اسمهم اسلاميين، يعني اشتموا بعض ازاي على صفحات التواصل الاجتماعي والشتايم. يا رب ارحمنا يا رب.
قال إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ قلت نعم. ثم قال هي دي اللي قال له إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال إن إخوانكم خولكم، خولكم عن الخول حشم الرجل وأتباعه، والعبيد الذين يتخولون الأمور أي يصلحونها، أو بمعنى أنكم مخولون فيهم. خوله كذا حتى إذا خوله منه نعمة، يعني مكنه منه، ملكه نعمة، أعطاه نعمة. فإخوانكم خولكم بمعنى إخوانكم مخولون في أيديكم، جعلهم الله عز وجل تحت أيديكم. هو نفس النص، إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. وده يدل إن هو كان هذا الذي عيره بأمه كان إيه؟ عبدا له، ومع ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه النهي عن سب الرقيق وتعييره، وفيه النهي عن تنقيص الآباء والأمهات، وأنه من أخلاق الجاهلية. وكلمة إن إخوانكم، فالعبيد إخوان للسادة، وليس كما يظن البعض أن هذا الأمر إيه؟ عبودية لغير الله. لا، دول أخوة في الإسلام في عبودية الله عز وجل، لكن بعضهم فوق بعض. لأن نظام الرق في الإسلام ليس فيه سلبيات يظنونها، وإنما هو نظام تفاوت طبقات في المجتمع بعضهم فوق بعض، اقتضته حكمة الله في التفاوت. لا يمكن أن يخلو المجتمع من تفاوت بين الطبقات، حتى الشيوعية التي تزعم المساواة التامة تلاقي أن بتوع الحزب الشيوعي هم اللي المتصرفين في الأمور، والناس تبعوا لهم. الدول الرأسمالية اللي معاهم الفلوس وصحاب رؤوس الأموال والمصانع هم الذين يتصرفون في المسائل. الدول المستبدة الناس الذين يملكون يعني الوظائف والوجاهات، الشرطة والجيش، يعني هم الذين يتصرفون أيضا. فما فيش مجتمع يخلو من يعني أن يكون الناس بعضهم فوق بعض. لذلك نقول أن يعني اعتقاد أن وجود الرق في الإسلام سلبية ظلم بين، إنما تبين محاسن الإسلام، ولا يقال مثلا ليس في الإسلام نص يبيح الرق. لا، الإسلام بلا شك أباح الرق، ذلك تحريمه ضلال مبين وخلاف إجماع أهل العلم. باب هل يعين عبده؟ طبعا الحديث الماضي فيه إيه؟ فيه الأمر بالإعانة إذا كلفه ما يغلبه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال سمعت سلام بن عمرو يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرقاكم إخوانكم فأحسنوا إليهم، استعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبوا. حديث إسناده ضعيف ولكن شاهد لما تقدم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي يونس عن أبي هريرة أنه قال أعين العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب، يعني الخادم عامل الله الذي يعمل لأداء حق فرض الله عليه. استعينوهم على ما غلبكم، يعني ما شق عليكم، اطلبوا منهم العون، وأعينوهم على ما غلبوا عليه، يعني إذا أمر أعجزهم فلا تتركوهم بل أعينوهم. أقول قولي هذا، أستغفر